كان على الباب تقبرني؟ لا هذا واحد غلطان مضيع هون بيت قرايبينه بالحارة. وإن شاء الله دليته؟ وأنا شو عرفني مين ساكن بالحارة يا رشيدة؟ المسكين هلأ ما بيلاقي وين بيته. أنت لا تاكلي همه، في مين يدله؟ ما بدك تاكلي هريسة؟ بلا. امسكي لشوف، هاتي ايديك. يا مرت عمي يا مرت عمي، والله العظيم ما بيطلع بايدي يطلع عمي ابو سليم من الحبس. خذ معك بهارية الحارة. امرك. بكرة الصبح حروح شوف شو فيني أعمل. الله يخلينا إياك ابن عمي. مرت عمي فكرية، ما فينا تروح معنا على الكركون؟ ما بتقدر تتحرك، موجوعة كتير. لا حول ولا قوة إلا بالله. صبي لي شاي. بدي صبي. خلص لا تاكلي هم، لا تاكلي هم. بإذن الله محلولة. ما بعرف إذا كان مطيع بينفعنا بشغلنا ولا ما بيقدر. إيه والله جبتيها يا شهيرة خانم. إيش كان ما انتفعنا منه بشغلنا؟ يعني بركدا بيعرفنا على تجار القماش الجملة مشان يوفروا علينا بالسعر؟ إيه والله. لكان بس من إجت هلأ أم سعيد ببعتها تنادي له. إيه وأنتي قلتيها. لك ليش طلقك ليش؟ سمعتنا توسخت من فعايل أخي أبو. يا الله لا يوفقني إلهي ولا يوفق اللي كان السبب. قومي تقبريني، قومي اشلحي ملايتك، قومي. يا مو يا مو بدي ارجع لجوزي الله يخليك. لك ترجع عليه بلاطة. شو يعني؟ يعني لا تجيبي سيرة قدام حدا انك انت مطلقة وما تحكي شو صاير معك منوب لحتى يجي اخوكي. ايه وشو رح ينفعني اخي؟ شلون شو رح ينفعك اخوكي؟ أخوكي بده يحاسبه حساب عسير، يا أما بده يخليه رجعك غصب عن راسه. إيه بس الله يخليك بدون ما يتزعلوا أو يتخانقوا، الله يخليك. هيك شغلة عملها جوزك ما عاد تمرق على خير، وبده يخليه يبهدله بهدلة إلى أول ما لآخر. لك حاش تبكي، حاش تبكي، والله ما بينبكى عليه. قومي تقبريني، قومي الله يرضى عليك، قومي اشلحي ملايتك، يلا قومي. أيوه قومي إن شاء الله ما بصير غير اللي بدك إياه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هذا اللي عم تقوله جميل؟ ليه طلقت مرتك؟ شو ذنبها هي؟ ما بكفي إنه أختها صياح. ما حبيتها منك هي جميل أبداً. اسمعني يا أخي، الليلة من كل بيت لازم ترجع ترجع مرتك. لا تحب أخي، من الآخر فتحية ما بترجع لعندي لحتى تبان حقيقة بيت أبو سليم. عيب عليك جميل، شو هالحكيات؟ شو ما بتعرفوا بيت أبو سليم مين هنين؟ ما بتعرف قديشهم طاهرين؟ أنا ما قلت لا، على عيني وراسي، بس أنا لازم أشوف بعيني وأسمع بإذني براءة الحريم
وبراء صياح، بعدين انا بروح برجع فتحيه. يا جميل يا اخي الله يوفقك، بس اسمعني. صبري، غير الحكي ما عندي. من هون لهون الله يهديك. عتبة متضايق كثير من نومة الدكان ومعه حق، لازم نستكري له بيت بقى. شو هالحكي؟ منين اجيب له بيت؟ الحارة كلها ما فيها بيت فاضي. مزبوط. شو رأيك نستكري له برات الحارة هو وأسعد؟ شيل يا القصة كلها هلا، خلي الوضع على حاله، أسعد خليه عم ينام بالقهوة وخلي عتبة عم ينام عندك بالمحل، هيك ليفرجها الله يفضى له شو بيت. ماشي. شو؟ مشان ناطرة الحارة؟ أنا عامل دور للشباب. كل يوم واحد له دور، اليوم دور عتمي. حلو. وبشير عملي له دور؟ لا. تعملوا لبشير ولا مطيه دور وتخبرهم هلا على الحاره. وشو بيقول لك تخبرني؟ ماشي. سلام. سلام. رشيدة، اسمعي شو بدي اقول لك. ما بتفتحي الباب لحدا بالمرة ولا بتسمعي صوتك لحدا بالمرة، فهمتي شو عم اقول لك؟ امرك ابن عمي، امرك. انا رايح على شغلي وما بتاخر. ايه الله يوفقك لا تتاخر. شو بدي اقول لك؟ ديري بالك على حالك وعلى الولد اللي ببطنك. حاضر ابن عمي، حاضر. يا دخيل الضحكة ما حلا. يا رب روح ربي ييسر امرك ويعمي عنك ويبعد عنك كل شر يا حق. شو مطيع؟ يا مطيع تعا اسمع شو بده مظهر. تعا. خير اخي؟ شو في؟ بده اياني احرس بالحاره. انت شو عم تحكي ولك صياح؟ بتروح بتقول لمظهر يكبر عقلاته ويحترم الناس اللي افهم منه. يا بشير افندي، انا شو بدي بكل هالحكي؟ هلا انا بفهم منك انه ما بدك تحرس الحاره مثل بقيه الشباب، مزبوط؟ مزبوط. روح قل له ما بدي. خلص طول بالك. طلع النبي. خلص يا صياح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شو بها؟ ليك عم يعمل؟ القصة انه مظهر بده يسويني مضحكة بالحارة، بس فشل. يعني نص على نص، وافق اني اشتغل بس لسه ما قال لي. هذا جوزك لساته ميبس راسه، بده فركة اذن مرتبة. شو يعني يا مو؟ بدك تضربي؟ طبعا بدي اضربه. واحد مثل هاد ما عم يفهم، اكيد بدي اضربه. ولي على قامتي؟ لا يا مو، لا دخيلي، كل شيء الا الضرب. بعدين بخاف صبري يبس راسه وتصير المشكله بيني وبينه بلاها. لا تخافي تقبريني، انا بعرف كيف احكي معه وكيف فهمه، وما رح يزعل لا مني ولا منك. ايوه بس برواق برواق بدون ضرب. رح اقوم اعمل لك فنجان قهوه. يلا تقبريني. احليين والله. إيه لا سيدي مو على كيفه، بده ينطر مثله مثل اي خلق. انا ما راح احكي معه. لا تحكي انت، انا بحاكي وانا بعرف كيف يجي ينطر مثله مثل بقيه العالم. طيب ماشي طول بالك. بدك مني شيء ثاني؟ ايه بدي. فيصل. شو؟ ما بدي غيب لا عن عيونك لا عن بالك بنوب. ماشي سلام. الله معك، مع السلامه. أنا بشير أفندي يلي كنت رئيس كراكون، أحرس بالحارة على زمن مظهر بيك؟ هذا مظهر يا مو مقروق منك لأنه ما خليت أختك وردة تروح معه. ولا رح خليه يشوف ظفرة. وأنا كمان إلي كلمتي أخي. شو؟
لك كلمتك، لك كلمتك لما تكون ايد جوزك نظيفه من دم ابوكي، فهمتي؟ صبعك على الدكان انا. على فكره كل كلمه قالها اخوكي معه حق فيها. اه ما عجبك كلامي ما هيك؟ شفتي؟ شفتي بنتك يا مو؟ خلص يا مو، شو ما بدها تعمل تعمل، المهم رجع لعن مظهر مالها طول ما انا عايشه. يا مو ورده، ورده. اكيد ابو عزه ما كان قاصد الكلام اللي قال لك اياه يا ابو هاشم. لا سيدي قاصده، وقاصد انه يهيني ويبهدلني بين الرجال. لا تصلمه، عذره كان معصب من شان هيك فشخله فيك. بس انا مالي ذنبي اللي صار معه، مشان هيك يا ابو حمدي ما راح اعذره بنوب. يا ابو هاشم يا ابو هاشم، بدك تطول بالك عليه، مرته ميتة تازة من شان هيك مو شايف قدامه. ايه الله يرحمه. آمين يا رب. يا ولد عندك، تعال. مرني يا بضاي، تترجم لي كاسة شاي ونفس أرجيلة راس كبير، ولا تشط وتمط مثل عادتك، بعرفك أنا. تكي وبكون عندك. يلا. سكنتوا بالحارة ما عجبتني بنوب، ولا أنا عجبتني كمان. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا مختار؟ الحمد لله. اجانا تبليغ من العدلية بالموافقة على طلب مظهر بيك. طلب شو؟ مظهر بيك طالب زوجته لبيت الطاعة، وهي البلاغ صار عندكم. ايوه، من شان هيك يا مختار الله يرضى عليك، بلغوا لبشير افندي يرجع اخته لبيت جوزها ضمن المهله اللي محددها مصهر بيك، اسبوع واحد بس معكم. ان شاء الله بصير خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. مصهر بيك طالب مرته لبيت الطاعه. شلونك فتحية؟ الحمد لله. تقبريني روحي ساوي لي فنجان قهوة. لا تساوي لها شي يا مو. أهلين وسهلين أم سعيد. ليش ما بدك تشربيني قهوة؟ لأنه بدي أخذك مشوار معي. لوين المشوار؟ بعدين بقول لك، بس لدك ملايتي وغير أوعية بجي بقول لك. بسرعة لا تطولي بفور دمي. لا لا. شلونك فتحية؟ إيه مالي منيحة بنوب. يو يو يو، ليش مالك منيحة؟ احكي لي شو صاير معك، أنا بساعدك. ما بيتخبى عنك ام سعيد، بس ما بقدر احكي لك هلا، من تكبر رح تعرفي كل شيء. ايوه من تكبر. اي منستنى من تكبر. ام صافي شو صار معك؟ انا جماعتكم مشان الاقي حل يرضيكم انتوا الاثنين. نحن من امتى بنحل مشاكلنا بالعادليه وكرهتوها مختار؟ والله انتوا اللي جبرتوني، انا ما بدي هيك. وهلا معكم جمعه، يا مرتي بتجي لعندي يا اما بدي اجيبها انا وبالقانون وغصب عنكم. عم تهدد يا مظهر؟ لا عم هدد ولا بدي مشاكل، بس لازم مرتي ترجع لي ان قلتوا ايه وان قلتوا لا. هيك لك بشير، يرضى عليك وافق ترجع له مرته لعنده وخلينا ننهي هالمشكله هي. القصة ما بتخصني إلي، لازم أختي وأمي يوافقوا. وأنت موافق؟ طبعاً ماني موافق. طيب روح اسألهم ورد لنا خبر، وبعدين منلاقي حل ترضيك وترضي مظهر بيك.
شغلتك مالها زبطة يا وزهر بيك. دخيلك انت التاني، زبطة لك انا معني مرتي؟ كمان هي مو زبطة. ما هذا شغلتي زبطة. أنا شغلتي زبطة. بده ياخذني لعنده بالقوة؟ لهون وصلت معه؟ أنا قلت لك يا مو، هذا واحد ما بيستحي لا هو ولا أمه، وما له خير لحدا. شرفي، شفتي بعينك شو عمل معك؟ أنا تبهدلت وانهنت كثير يا مو، وراح نضل نتبهدل البهدلة ورا الثانية طول ما نحن ساكتين له. حاجتنا مشاكل يا مو، ما في حل غير إنك تطلبي الطلاق منه. وهو هيك أخي، أنا مستحيل ضل معه بعد الشيء اللي عمله اليوم، مستحيل. يا أختي، أنا رايح أقول له إنه أنت ما رح ترجعي له. إيه، روح قل له إني ماني موافقة أرجع له أخي، روح قل له. الله لا يوفقه، الله لا يوجه له الخير، إن شاء الله بشوفه هو وأمه محملين. الله لا يعطيكم العافية يا إلهي. يا مو، ليه زعلانه يا مو؟ هذا واحد ما بينزعل عليه. ما عم صدق يا مو، ما عم صدق. هذا هو المظهر نفسه اللي أنا حبيته. يا مو يوم عن يوم عم بتفاجأ فيه وعم بكره أفعاله. وأنا ما رح أسكت له يا مو، ما رح أسكت له. شو رح تساوي يا مو؟ بكره بتشوفي شو رح ساوي له. والله بس توقع بين ايدي، والله لأعمل فيك العمايل. يا أهلين وسهلين بست أم صافي وأم سعيد، شرفتوني وأنستوني. الله يشرف مقدارك يا حق. أم حمدي، يا ريت تفوتي لنا بناتك يسلموا على الست أم صافي. إيه شو علي؟ بناتي التنتين خدامات عند الست أم صافي. تسلم الأم وبناتها يا حق. بس الله يرضى عليكي، فوتي لنا بنتك الكبيرة بس. إيه على عيني، على عيني. عن إذنكم. سلم عينك. إن شاء الله يصير نصيف. إن شاء الله يا رب. الورقة اللي جايبها بلا وشراب ميتها. يعني أختك ما بدها ترجع لعندي؟ لا ما بدها، ولا نحن موافقين. يا ريت تطلقها ونخلص من هالقصة بقى. ماشي. الطلاق ما رح طلق. وبدها تيجي لعندي. وبأمر العادلي منشوف مين بدي يمشي أمره على التاني. أمري أنا. طم السلام عليكم. مع السلامة. والسلام ورحمة الله وبركاته. ومن هلأ ورايح مختار لحد يلومني، أنا لا خالفت القانون ولا بخالف شرع الله. طيب بلكي هي ما بدها تجي لعندك؟ شو هالحكي يا مختار؟ بدها بدها بس هني ما بدهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بدها وقال يا مو ما بدي فوت، ما بدي فوت، بوس ايديك يا مو. يا مو فوت انا بالعالم. انت خرسي، فوتي ساوي القهوة بسرعة. حاضر يا مو. ظبطي القهوة منيح. حاضر. فوتي غيري هذا الروب والبسي الروب اللي اشتريت لك اياه الاسبوع الماضي. يلا امي يلا. يا مو انا شو حكيت قدامي؟ حاضر. يلا. لك يحرق حريشك نقصتني. هي لازم اوكوز ما هيك تخفي. قديش معنا وصلنا؟ ما معنا غير هدول، واذا ما لقينا شيء سبوبه بدنا نفتح تمنا للهواء بعد كم يوم. اي والله لازم نحرك حالنا ونلاقي لنا شيء صيدي. من وين بدنا نلاقيها للصيده؟ من وين؟ لهلك كداس اللي طاطات وحياه عيونك رح منلاقيها، رح منلاقيها. اخ لو انه نلاقي ابو الرجا ونرجع مصرياتنا منه. لك قبل ما ناخذ مصارينا لازم نطلع بروحه. طق له جوز تحلقه ونمشي خشبه. خزيت العين وما شاء الله بسم الله. قاعدة الكرسي تحفظك. يسلم ايديك يا حبيبتي. يسلموا ايديك يا حلوه انتي. يسلموا ايديك يا مو. تعالي جنبي حبيبتي تعالي.
اسمعي كلام مرت عمك ام صافي. روحي تعالي. زيت العين وما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلم لك اولادك يا ست ام صافي. الله يسلمك. يا مو بدك شيء مني؟ شبكي ريحانة قاعدين متونسين فيكي. عن اذنكم. خجلانة خجلانة. ما شاء الله زيت العين. اختي ام حمدي نحن طالبين ايد المحروسة بنتك ريحانة لابني صافي. نتشرف يا ام صافي، نتشرف. يعني بفهم منك انه انتم موافقين؟ يعني انت بتعرفي انه الكلمه الاخيره لابو حمدي، وان شاء الله ان شاء الله بيصير خير يا رب. خلص معناها نحن عم نستنى جوابكم. ايه معناها خلونا نقرا الفاتحه على نيه التوفيق. يلا إيه؟ شعلي ان شاء الله آية الرزق يا رب. آمين. ان شاء الله ألف مبروك سلفا. الله يتمم لهم بخير يا رب. يا رب. اضرب أنا وحظي إيه؟ انبسطتي يا بعدي؟ هي إجا نصيبك ورحت تتجوزي، بس العطر علي أنا، اللي ما كان يعرف يجي نصيبي لهلا. ابعتلي قتلي، ابعتلي قتلي إن شاء الله. عن جد الله بيعطي الحلاوة للمالو سنة؟ خليك خليك عود عود. خير معلم؟ شايفك مو على بعضك. والله ضايج يا هارون، ضايج، والعفاريت عم تتنطوط قدامي. عفاريت؟ معلم يعني شو اعمل لتكون انت مبسوط ومروي؟ تأتمك لشو؟ ما اجت. طيب اسمع، انا ما حيهنا لي بال لحتى يجي كداس وحامد لعند مني لهون ويبوسوا هالصرماية هي. صار معلم صار، لعيونك منجيبوا لعند صرمايتك. وهذا مظهر اللي عامل حاله بيك. شو بو مظهر اللي عامل حاله بيك؟ بدي اياه يجي معهم لعند مني لهون. لعيونك معلم منجيبوا. بس المشكلة يا هارون رجالي ما بيكفوا. ايه منجيب لك رجال معلم، قد ما بدك منجيب لك رجال، يعني انت قشر وانا بنفذ، شو بدك بيصير؟ ايه جيب رجال وكتر. امرك معلم، بس يعني امتى بدك يعني يجيبون؟ انه انت منين بتجيب هالسكات؟ يوضع عينك يوضع. وانا ما لقيت انسب منك يروح معي على الكركون لنطلع عمي ابو سليم من النظاره. يا عمي ابو هاشم معلوبه بروح شلو ابو سليم، غالي كثير علي. بعدين روح يقدم له اياها. لك الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك يا رب. شريف وعلى حالك كمان. يلا شريف روح. وبيت ابو حمدي قبلوا يعطوا بنتهم لام صافي؟ انو قبلوا يا خانم؟ ايه تقولي ام حمدي رح تبوس ايدها لام صافي لانه طلبت بنتها لابن صياح. يوه ايه لقوي علينا شوي ام سعيد، لانه هالحكي اللي عم تحكيه مو معقول منوب منوب. وليش مو معقول؟ يوه شلون بدهم يوافقوا يعطوه وهن بيعرفوه انه متجوز بنت المختار؟ والله ما بعرف، هذا اللي صار. يا على قامتك شو سلاله؟ شهيرة خانو مو لازم ما يعطوه؟ يا مطيعة البنت كبرت ولهلا الله ما كرمها بعريس، يعني ما فيها شيء اذا امها جوزتها. بعدين خلي صياح يربيها لهي ام نص لسان عفاف. دخلك ام سعيد وعفاف دريت انه جوزها تجوز عليها ولا لسه ما دريت؟ لا لسه ما دريت، بس عن قريب رح تدرى ومن كل بد. ايه الله يرضى عليكي، وبدي اياها تدرى اليوم قبل بكره.
وحياة عيونك لأنشر الخبر بكل الحال. يا هيك بدي اياكي، حركي لي حالك. خلصنا بقى، الله يختار الخير لكل الناس ويستر على بناتنا. آمين يا رب العالمين. قومي مسعيد، قومي قومي نادي لي لمطيع قبل ما يسكر دكانته. شو بدك منه؟ تجيكي دفشة يا أم سعيد، شو كتيرة غلبة بدي اياه مشان مشغل الخياطة. فتحتي هيك؟ ايه على عيني وراسي، رايحة ناديله، بس بدي ارجع لاقي الطاولة جاهزة وعلي الأكل، هذا ما بيعبي لي راسي. يعدمني الفجع. مشان الله يا شهيرة خانم لا تزعلي مني. يعني شنو من كثر المشاكل اللي عم تصير بالحارة، حاسة عقلاتي اللي حسوا. كل شيء بيلتقى له حل. بفهم من كلامك ما بدك طالعوا لأبو سليم من عندك يا فرزات أفندي. لازم تجي بنته بذات نفسها وتسقط حقها عنه، وغير هيك ما في حكي يا أبو هاشم. طيب وش كان جبنا بنته وصفتت عن حقها؟ بيمشي الحال؟ بيمشي الحال وبيطلع دغري؟ لا ما بيطلع، وراح يضل محبوس عندي 7 أيام. وليش بقى؟ لأنه في حق عام يا أبو هاشم، وأنا خفضت له إياه كتير. وما بيصير بلا هذا الحق العام؟ لا ما بيمشي الحال، وقلت لك أنا خفضت له إياه كتير من الشهر ل7 أيام يا أبو هاشم. أبو هاشم ليش ما عم تفهم علي؟ أنا اللي فهمان عليك فرزات أفندي، دبرها بمعرفتك. لك يا أبو هاشم والله عم تحرجني هيك. طيب أنا ما رح خليه عندي، بس لازم تيجي بنته وتتنازل عن المحضر، لأنه بدي سكر المحضر يا أبو هاشم. معناتها أنا رايح أشوف بنت حماي ويجي فورا فيها لهون، مع إنه والله العظيم مالي قدران أتوقف على رجليها. بسرعة الله يرضى عليك، ما في قدامنا غير الحل. ماشي عمي أمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل عمي تفضل. الله معكم. السلام عليكم. مع السلامة. غفو حامد غفو، انت بفتح راسه بفكر منيح. غفو انه انت صار يعرف محل اخراس اللي هرب منها. خدامك سيدي. شوف حامد، انت لازم على طول يضل عينه على هذا اخراس مشان ما يهرب مرة تانية ويضل شغله معنا. لك وين بدي يهرب؟ وين بدي يهرب؟ ماسكه من زلعيمه انا. برافو. بس أنا بدي كمان شغلة تاني منك. مور سيدي مور. بدي أبو غجا. حاولت أهلي سيدي، حاولت أهلي سيدي، مشان الله شو أبو الرجا ما أبو الرجا، شو بيعرفني وينه؟ والله العظيم ما بعرف وينه. حميد أنت واحد غبي. أنا هلأ أقول بغافو حميد. شوف حميد، أنت بيدور على أبو غجا بجبل مغاغة، ما بعرف. أنا بدي أبو غجا وعايش، ومعلش حتى لو ميت بس أحسن إذا عايش. سلامة فهمك سيدي بأمرك، يعني بس هيك فهمت عليك. هدول مصاري إلك حميد، بس يعني لازم أنت يكون سريع بالشغل، لازم يلاقي أبو غجا. ما بدي يكون بطيء. لك هلأ الحفر فر مثل الفريرة وراها، وجب لك يا من زلعيمه هيك للصرصور تدعسه برجله. برافو حميد برافو. هلأ أنت بيروح وبيشوف شغلك. مع سلامة. نمر سيدي نمر. خاطرك سيدي بخاطرك. أخ يا أبو غجا الكلب، ما راح تهرب مني. كمان هذا مظهر ما راح يهرب.
شهيرة خانة ومتضايعة عم تقلي انك عاوزتيني بموضوع ضروري. خير في شيء؟ ايه يا مطيع، نحنا بدنا نفتح ورشة خياطة رجالي وبدنا اياك تشتغل معنا اذا ما عندك مانع. هلا اكيد انا ما عندي مانع اشتغل معكم، بس والله يا شهيرة خانم بدك تعذريني، شنو انا هلا يعني والله ما معي مصاري لحتى فوت معكم شريك. نحن ما بدنا شريك معنا، نحن بدنا اياك تشتغل مع السوق وتوزعنا البضاعة تبعنا. ايوه طالما هيك يعني انا ما عندي مانع، موافق، بس بدي منك شغله، يعني بدي اياكي تعطيني شويه وقت لحتى ادرس الموضوع وانزل على السوق، يعني لحتى اشوف شو المطلوب اكثر شيء. ما في مشكله، معناها عم نستنى منك خبر بكره. اتكلنا على الله. يلا سلام عليكم لكان. الله معك. شو شهيره خانم، شلون لقيتي لمطيع؟ ان شاء الله حيقمط بالشغل معنا. هلا ما بعرف، بكره لحتى يرد لي خبر وبعدين بدنا نجربه. معك حق يا شهيرة خانو، لازم نجربهم لمطيع ولا نورية، شنو أنا وياك جداد على المصلحة. مزبوط يا مطيع، بس منتعلم. وإذا أختي فكرية ما راحت وتنازلت عن حقها، بكرة عمي أبو سليم من كل بدي يحولوه على المحكمة. شو فكرية؟ هتروحي مع سهرة؟ يوه يا أمي على قامتي، طبعا بدي روح، ليش فيني ما روح؟ بس أنتي تعبانة، مانك قدرانة تمشي على رجليكي. والله لو زحف على رجلي بدي روح. الله بيعيني ان شاء الله. طيب اختي طيب، معناتها بكره باذن الله من الصبح بنروح انا وياكي سوا على الكركون. يلا وصونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مو ابي صحي ظلمني كثير، والله يعلم اني مظلومه، بس هاد بضل ابي، الضفر ما بطلع من اللحم. الله يهديك يا ابو سليم. تعالي. ورحت خطبت لك بنت ابو حمدي الكبيره. الله يسامحك على العملة يا مو، هلا وقت خطبة وجواز واختي مطلقة؟ ايه وقتها، ليش مو وقتها؟ اختك ان شاء الله بكره جوزها بيرجعها، هلا المهم اسمع مني. الجماعة وعدوا لي يردوا لي خبر، واغلب الظن انهم موافقين. بس يا مو. يا مو، انت قلت لي انه ما عاد ترجع على العفاف، هيك ولا مو هيك؟ هيك، ولو اجت وباست ايدك ورجلك واستسمحتك على العملة اللي عملتها، ما رح رجعها. ما برجعها لحتى ابوها واخوها يستسمحوني قدام كل الخلايق على العمله الوسخه اللي عملوها مع المستوره فكريه. ها معناها بتوافق على جوازتك من بنت ابو حمدي. الله يرضى عليك يا امي، لا تسود لي وشي قدام الجماعه. ما عاش اللي بدي اسود وشك يا امو. هيك بدي اياك، الله يرضى عليك. ساتني خايف إيش كان اشتغلت تقصر بحقي وتتغير معاملتها معي ومع أهلي. لك أنت شلون بتفكر صغري؟ آه؟ شلون بتفكر؟ يا مرت عمي من حقي خاف إيش كانت تغيرت ولا لا؟ يا صبري قلت لك أنا ما رح أتغير لا معك ولا مع أهلك ولا مع أي حدا بالعالم. والله ماني عرفانة شو بدي أقول. لا قولي فهمية احكي. أنت مانك متأكد من تربايتي لهيك ما بدك ياني روح أشتغل؟ مو هيك أبداً فهمية، شو هذا اللي عم تقوليه؟ لكن شو؟ قلي بصراحة شو قصدك؟ قلت لك شو قصدي. طيب رح خليكي تجربي فترة وبعدها منشوف. ايه وأنا موافقة. بعدها ما عاد في مشكلة صهري. بس بأيام شغلة واحدة، بدي أعرف كم ساعة بدك تشتغلي بنهار؟ أنا حرة بشغلي، يعني ما بروح على المحكمة إلا إذا كان شي قضية. يعني مو مثل شغلها لوردة بتقضي كل نهارها بالمستشفى. لا مو مثل صبري، مو مثلها. إيش كان هيك أنا موافق. الحمد لله رب العالمين اللي وافقت يا صهري. وأنا ما بدي إياكي إلا تكوني مبسوطة مرت عمي. الحمد لله خلصنا القصة، قومي حطي لنا عشا رح موت من جوي. ما في داعي فهمية، حابب أتعشى الليلة عند أمي. ايه مثل ما بدك، ان شاء الله ماكول لهنا. على قلبك يا مرت عمي. يلا سلام. الله معكم، الله معكم مع السلامه. تصبح على خير اخي. الله معكم مع السلامه. الله معكم. امي هلا ورده هيك بتشتغل؟
أمي وردة درستها مريض، يعني شغلة أنا تكون بالمستشفى هيك لحتى يخلص دوامه. أيوة. أختي غير، أختي دارسة محامية، بتمسك قضية بتروح بتداوم بالمحكمة، ما عندها قضية بتقعد بالبيت. الله يكون بعونك تقبرني إذا رجعت وردة. هلا لا ترجع أمي نشوف، يمكن صير مثل صبري. ماجدة أختي حبيبتي أنت، ساعديني هالمرة وبوعدك ما أنسى وقفتك جنبي بحياتي. لك بس فهميني بشو بدي ساعدك؟ بشو؟ تجوزي صياح بدالي. لك شو اتجوزه بدالك؟ شو جنيتي انتي؟ اختي مشان الله وافقي، مشان الله وافقي وخلصيني. ولك ما بقدر، ما بقدر. ليش؟ لانه ام صافي طلبتك الك لابنها، ما طلبتني الي انا، وحاجتي رفسي النعمة اللي اجتك من عند رب العالمين. حاجتك بقى لك اختي. ماجدة، ماجدة كرمالي. ما رح رد عليكي. يا رب يا رب خلصني من المصيبة يا رب. يا مو هاي ريحانة مو رضياني تتجوز لصياح، قال شو ما بدها؟ مين بدها لكان؟ عزو باشا ولا السلطان مراد ولا اليوز باشا؟ يا بعدين يا مو أنا ما دخلني، هي هيك قالت لي. إيه مو على كيف لأختك، صار عمرها فوق 25 سنة وبعد اجى دقبابها وطلبها، هلا وقت اجاها عريس صار بدها وما بدها. شايفة يا ما شايفة؟ طيب فوتي انتي على غرفتك، يلا يلا قدامي. صباح على خير يا بي. وانتي من اهله يا بي؟ تفضل ابن عمي. يسلم والدين. شو خلصتي وشوشة انتي وبنتك؟ ايه ابن عمي خلصنا وشوشة. بس اوعك تفهمنا غلط، نحن انتبه ما عم نهددك، عم نحذرك بس. ليش؟ من شو عم تحذروني؟ من يلي طالبين رقبتك من كتر ما لك عامل بلاوي. شو عليك عجقة مطالب وليه من افعالك السوداء؟ ليش مين طالبني؟ قل له حامد، قل له. اول باشتان الكومندان بذات نفسه بده اياك مشان يرجعك على الحبس. تاني باشتان أبو الرجاء. واسألني عن العلقة مع أبو الرجاء، بده يقص راسك لأنك خنته وما عاد رجعت لعنده. ثالث باشتا رجال حارة القصب كمان بدهن راسك لأنك خطفت بنته لأبو سعيد الدومري ومشان عملتك بالحارة. رابع باشتا هون حطنا الجمال، أنا أخي كداس بذات نفسنا بدنا اياك لك اخراس. يا اما بتختارنا وبتوافق على طلباتنا، يا اما. يا اما شو؟ يا اما بتروح دبلكي تحت رجلين الكومندان ابو الرجاء ورجال حالة الاصاب. لك لا ورجلينا نحن كمان. طيب شو طلباتكم؟ ها بدك تقلي وين الذهبات يلي سرقتهم من بيت حماك قبل ما تهرب انت وحرمتك؟ ايوه. وانت شو عرفك اني سرقت الذهبات من بيت حماك؟ ايوه. هذا السؤال مو اللي بينسال يا نزير، انا ما في شيء ما بعرفه. ولا نزير وين الذهبات؟ الذهبات اشتريت فيهم البيت اللي قاعد فيه، بس لهلا ما كملت حقه. حلو. طالما الذهبات راحوا واشتريت فيهم البيت، من هون وبالرايح كل شي بتطالعه بدك تعطيني نصه. بس يا كداس انا يا دوب عم باكل واشرب. اسمعوا، لا اذا كان بدك سلامتك وسلامة حرمتك كل شي بتطالعه بدي نصه ولا زغبة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.